ريسينج. أيها المتابعون الكرام، انطلاقة غير موفقة للجني في هذا الشوط. إذن انطلاقة جاسم بن علي العطية فريكنهام، جاسم العطية المعتصم البلوشي بتدريب بسطاوي على المركز الأول، بينما التغيير يأتينا من قبل المنصوري. بدأ الشوط يتغير وسرعته تتغير شيئا ما مع الجواد اللي هو المنصوري. دبي سانشاين على المركز الأول وصدارته هذا الشوط، بينما يأتينا ثانيا بلهمبار مربط حالول بقيادة الخيال اللي هو مارفن. يأتينا ثالثا شعيل بن خليفة الكواري رايزنج دون، خليفة بن شعيل ريتشارد مولن في المركز الثالث. يتراجع جاسم بن علي العطية مع فريكنهام بتدريب بسطاوي والمعتصم محمود. إذا المركز الخامس جلوسي لسعيد بن مبارك الجفالي النعيمي مع العملاق سيف الدين. إذا الصدارة لا تزال للمنصوري. دبي سانشاين على المركز الأول بقيادة غامبر على صدارة هذا الشوط. بلهمبار يأتينا ثانيا مع التونسي بن طاهر في المركز الثاني. إذا الصدارة لا تزال للمنصوري. دبي سانشاين على المركز الأول، خليفة بن شعير كواري وغلوسي أيضا متقدم مع سيف الدين. غلوسي لسعيد بن مبارك الجفال النعيمي، بينما دبي سانشاين لا يزال على الصدارة والمركز الأول. وبلهمبار أيضا من جهة أخرى، دبي سانشاين للمنصوري. غلوسي فعلا لمبارك النعيمي وسيف الدين العملاق في السيطرة. العملاق مسيطر على الشوط تماما، مسيطر على الشوط ماجد سيف الدين فعلا. أيها السيدات وسادة أهالي الغويرية، في صدارة مميزة لسعيد بن مبارك النعيمي والعملاق سيف الدين.